قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مساء النور ومساء الخير ومساء كل ما هو في الدنيا جميل. الأحلام والسامعين كي دايرين؟ لاباس عليكم إن شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحة والعافية. اليوم كيف ما عودتكم كل نهار قصة جديدة، آهات ومعاناة ودموع ومشاكل جديدة. اليوم معنا متتبعة كذلك وفية للقناة وحبت تشارك بالقصة ديالها لأنها كتحس بتأنيب الضمير. كما قالت ما قدرش تواكب حياتها وهي هزة واحد السر في قلبها اللي كتحس أنها دارت خطأ كبير وخطأ فادح في حق الزوج ديالها وما عرفتش كيفاش غادي تتعامل مع هذا المشكل هذا. لذلك حبت أنها تشارك معكم القصة ديالها طمعا في التعاليق ديالكم وفي النصائح ديالكم. للصراحة كنشكركم من هذا المنبر أنكم كتزولوا من وقتكم في سبيل أن هاد الناس يلقوا الحلول للمشاكل ديالهم. عافاكم، تبعوا معايا الحكاية للنهاية باش تفهموا علاش طلع وكذلك تعطيوا لهاد الأخت النصيحة. بقاو معايا. السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم حتى أنا قررت نحكي القصة ديالي. غادي نعرفكم براسي، سميتي لامية، عمري 25 سنة، متزوجة وعندي جوج وليدات الله يخليهم ليا. انا خوتي غادي نبدا لكم الحكاية ديالي. انا واحد البنت اللي تزاديت بطريقة غير شرعية. كان عارف شكون هو الاب ديالي ولكن ما معترش بيا في الاوراق. اوراقي فيهم مجهولة الهوية. حاليا خوتي عندي واحد العقدة من هاد القضية، خصوصا فاش كيطلب ليا شي واحد لكارت ناسيونال. كان حشم نوريالي وكنتشتت حيت اسم الاب فيه الشرطة وديك الشرطة هي اللي كتدمرني بزاف. كاين اسم الأم ولكن اسم الأب فيه خطاريط. ما علينا خوتي، الأم ديالي حملت بيا وهي عندها 19 سنة. حملت بطريقة غير شرعية ومع إنسان كانت كتربطها بها علاقة. ما غاديش نقول لكم أخوتي أن الأم ديالي خايبة ولا ما مزياناش، بالعكس الأم ديالي كانت مكافحة مع الوقت والزمان واخا غير بالحرام، ولكن عيشتني وكبرتني وما عمرني غادي ننسى ليها هذا الخير. الام ديالي كانت من النوع اللي كيفسد باش ياكل ويوكل ولادو واللي كيسهر ليالي باش يصيفط لوالديه ما ياكلو. انا كنت في الاول عايشه مع الوالده ديالي في المدينه اللي فيها حاليا، ولكن وقع شي مشكل هو اللي ان الاب ديالي كان باغي يخطفني. عليها اضطرت الوالده ديالي تصيفطني نعيش مع والديها. بقيت عايشه معهم حتى درت في العمر ديالي 12 عام، وكنت داك الساعه كنقرا في المستوى السادس. عاد انتقلت عند الام ديالي. ايوا في داك الوقت بديت كنفهم وكنعرف وكنستوعب ان هادشي اللي كدير الام ديالي ما مزيانش، يعني كتبيع لحمها. كنشوفها كيفاش كتلبس وتقاد باش تخرج وتعجب الزبائن ديالها ويديوها باش تجيب لينا حنا ديك 200 درهم ولا 300 درهم وتوكلها ليا وتصيفطها لوالديها. صراحة كان قلبي كيتدمر لهذا الشيء. ما نكذبش عليكم، واخا كنت كنبين ليها بلي راني فرحانه، ولكن من الداخل ديالي ما كنتش كنحس حتى بشي حاجه سميتها الفرحه ولا السعاده. كنت كنقول صافي، مهم ماكله شربه، حيت كنت عاد صغيره ما كان عندي حتى شي حل. ما علينا خوتي، عشت مع الوالده ونجحت داك العام في المستوى السادس ابتدائي. الحمد لله كنت كنقرا مزيان واخا ما كانش داك الاهتمام والحنان ديال الام ديالي. صورة خوتي عمرني عقلت على ماما فيقتني شي نهار المدرسه ولا وجدت لي الفطور. كنت دائما انا اللي كنفيق بوحدي كنفطر بوحدي. بعض المرات كانت ماما ما كتجيش الليل كامل، الا جات كتجي حتى العشرة ديال الصباح ولا 12. كتلقاني في المدرسه ولا مشيت ورجعت من المدرسه. كنت صغيره وهزه المسؤوليه ديال راسي، كناكل راسي وكنطيب راسي وكنختار حوايجي راسي وكنمشط بوحدي. كنت ندير كل شيء بوحدي. واحد النهار وباقا كنعقل عليه بحال هاد النهار، كنت في القسم وماما كانت شاريه ليا تليفون عادي. اتصلت بيا وطلبت الاذن من الاستاذ ديال اللغه الفرنسيه باش نجاوب. مع العلم كنت مجتهده، كنت عزيز على داك الاستاذ. قلت ليه استاذ واش ممكن نجاوب الام ديالي في التليفون حيت هي راه خدامه وبغات تسول فيا واش دخلت للمدرسه. قال لي اه جاوبي. انا ديك الليله ما شفتهاش الليل كامل،
وحتى في الصباح ما شفتهاش. المهم فجاوبتها قلت لها فينك، قلت لي فينك عفوا، قلت لها راني في المدرسة، قلت لي غادي نجيب لك ما تاكلي حيت عارفاني ما معشيش وما فطراش. صافي جات لعندي في واحد الحالة يا خوتي، دايرة المكياج والصباغة في الضفار. المهم ما حملتش نشوفها في ديك الحالة، رغم ان الام ديالي زوينة بزاف ما شاء الله عليها، واحد طول وواحد لطاي الف راجل يتمناها، ولحد الساعة باقة ماما حاليا عندها 48 عام باقة غزالة. المهم فجات لعندي بديك الحالة ما عجبنيش الحال نهائيا، شافها الاستاذ ديالي وقال لي واش هادي هي الام ديالك؟ قلت لي اه. تعجب بزاف وبقى كيشوف فيها وفهم شكون هي الام ديالي. المهم فاش طلعت للسابعة وفي الدورة الاولى تراجعت بزاف في الدراسة ديالي، واحد النهار كنت جالسة انا وياها قلت لها ماما، قلت لي شنو؟ قلت لها هاد النهار غادي يجي الفاكتور باش يجيب النتائج. قلت لي اه بنتي مرحبا. قلت لي راكي عارفة راسك جايبة مزيان؟ قلت لها ما نعرف. ايوا صافي اخوتي جبت المعدل 12، هي ما عجبهاش الحل نهائيا. تصوروا البراد كان فوق الطبلة، شيرت عليا به قلت لي علاش تجيبي هاد النقطة؟ هي كانت كدير داكشي غير باش انا نقرا، كانت كتقول لي انا ما قريتش قراي انتيا، انتي حق الحلم ديالي انتي ديري، انتي خصك ديري شحال من حاجة. الحمد لله في الدورة الثانية جبت من اعلى معدل ونجحت. مورها بغينا نتحولوا لواحد الحي اخر، مشات معايا ماما للمدرسة باش ناخذ الانتقال ديالي. قسم بالله اخوتي الا المدير قال لماما حشوم عليك تاخذي لينا التلميذة متفوقة من هذه المؤسسة، وبدا كيبكي وعنقني حيت عارف الظروف اللي راني عايشة فيها. فعلا انتقلنا ومشينا لحي اخر سكننا فيه، قريت فيه غير للثامنة وانتقلنا عاوتاني بحكم كل مرة كنبدلوا الكرة، يعني ما كناش مستقرين وما كنتش انا مستقرة في القراية ديالي كذلك. المهم قريت الثامنة في مؤسسة والتاسعة في مؤسسة اخرى. فاش كنقرا في التاسعة سكنا في الحي اللي كان زوين ودرت فيه صحابات بحكم عمر كانت شي عندي شي صديقة. المهم في هاد العام ولاو عندي الصحابات، جاو خوالي وجدودي يعيشوا معانا. الحمد لله ماما تابت وما بقاتش كتفسد، خدمت خدمة شريفة الحمد لله واخا المبلغ اللي كان قليل. انا ما نكذبش عليكم اخوتي فرحت بزاف واحد الفرحة اللي ما كتصورش. صافي ارتاحيت فاش كنشوف ماما رجعت خدامة في الحلال. هي هذيك فاش كيسولوني فين بابا كنقول لهم مات، وفاش خدامة الام ديالي كنقول لهم خدامة في البلاصة الفلانية، وديك البلاصة فين كانت خدامة ماما معروفة بزاف، كلشي الناس كيمشيو ليها تقريبا. افتخار ليا ان الام ديالي خدامة وما بقاتش كتفسد وما بقاتش كنتحرج فاش كيسولوني فاش خدامة الام ديالك. دابا كنقول لهم خدامة في البلاصة الفلانية. فرحت بزاف اخوتي، وداك العام خديت التاسعة ديالي بنتائج متفوقة بزاف اللي خلاتني انني نقدر نمشي لمراكز تقنية. وفعلا فاش طلعت للعشرة قريت في التقنية لمدة نص العام حيت ماما جاتها طريق بعيدة ندير ديك المؤسسة، يعني كانت عندي مصاريف كنحط على الاقل يوميا 50 درهم ما بين الترونسبور والماكلة ديالي. انا تفهمت الوضع ديال ماما وقلت لها صافي غادي نقرا في شي مؤسسة قريبة ليا. فعلا درت الانتقال وخديت العشرة بالتفوق، وحتى اولى باك خديته بممتاز جدا وحصلت على نقطة اللي هي 18.56، يعني كنقرا مزيان الحمد لله والشكر لله. وهنا فين غادي توقف ليا واحد الدرجة اللي هي انني تخطبت لواحد السيد، وهاد السيد ولد الصديقة ديال جدة ديالي. المهم كان شافني صدفة في واحد العرس، تبارك الله ما غاديش نشكر راسي، انا واحد البنت اللي عامرة والطول ديالي تبارك الله هو هداك 1.60 متر، كنشبه الماما في لاطي ديالها، ليهونش الكرش ما كيناش، يعني عندي فورما زوينة، الوجه ديالي كنت شباب بزاف وعيني عسليين وشعري صفر، حجباني تا هما صفر ومقادين من عند الله، لدرجة اللي شافني كيقول لي هاد البنت واش قاورية. نسيت ما قلت لكمش اخوتي انني فاش كنت كنقرا في المستوى السادس قررت ندير الحجاب، يعني مسات وانا دايره الحجاب الحمد لله، وبهذا الحجاب غطيت على ماما ساتر راسي ومقابلة ديني وصلاتي. المهم غادي نرجع لكم، فجات السيد يخطبني كان في العمر ديالي 16 سنة حيت عمرني ما دوبلت، وكان هو فايتني ب 14 عام.
اولا صيفط ليا الاخت ديالو، قلت لي اخويا راه باغيك للزواج. قلت لها اه مرحبا بيه. قلت لها تشاوري مع ماما ويكون خير. قلت لي لا، قولي لي انت واش قابله ولا لا، عاد غادي نقولها لمامك. صافي مشيت انا عند جداتي بحكم انا متقربه بزاف من جدي وجداتي. قلت لهم شنو كاين شنو كاين، شنو بان ليكم في هذا الشيء؟ قالوا لي اللي بان لك انت يا بنتي. قلت لهم صافي من الاحسن نستر راسي وبلا ما نعذب ماما معايا، ودابا الباك راه جاي صعيب. المهم عطيت بزاف ديال الاسباب، وفعلا اخوتي قبلت بداك السيد تخطبنا. حبست القرايه ديالي حيت مورا الخطوبه كان كيقول لي اما انا اما القرايه، انا اختاريته هو. صافي دازت واحد المده، السيد ما كيتصل ما كيسول ما كيفكرني حتى بشي حاجه، يعني ما كيكسينيش لا في الاعياد لا والو، وزيد كيكمي وكيشرب. بقيت كنفكر مزيان، قلت شنو هاد الشيء اللي راني كندير فيه. صافي داز مده ديال عام تقريبا على الخطوبه ديالنا. من بعد رفضت، قلت لهم صافي ما بقيتش باغا داك السيد. فاش قلتها ليهم ما فهموش علاش، بقاو كيقولوا ياك ما دارت هاد البنت شي حاجه، ياك ما اغتصبها شي حد، ياك ما كنت بصاحبه مع شي واحد وقع ليا مع شي مشكل. المهم الهضره كثرت وكل واحد يلغي بلغاه، درجة واحد خالي قال لماما خدي بنتك للطبيب وشوفي مالها، علم الله اش من زبله راها دايره. فعلا ماما خافت وداتني عند الطبيب. غير دخلنا قال لي هذاك الطبيب المدام شكون اللي جايبه باش يدير لا فيزيت، وهي تقول ليه هاد البنت. قال لها شوفي نقول لك انا كنعرفهم غير من وجههم، هاد البنت عمرها ما قاسها شي واحد بلا ما نقلبها، وحشوم هادشي اللي كديري. انا مني سمعت ديك الهضره بداو الدموع كيهبطوا من عيني، وما بغيتش نسكت من اللبكة. قلت ليه ماما لا انا بغيت نسكت خوتي، عطيني شهاده انها ما عندها حتى شي مشكل. فعلا داك الطبيب عطى لينا ورقه مسكين بلا ما يقلبني، اصلا اخوتي انا ما دايره والو، وعارفه راسي عمر شي واحد قرب ليا، وحتى مصاحبه ما كنتش كنتصاحب، عمرني تصاحبت في داك العمر. المهم فاش فسخت دوك الخطوبه قررت ندير باك حر، حيت ما رضيتش نرجع لليسي. فاش كنت كنقرا تما حيت شي بنات كانوا عارفينني تخطبت. المهم ما علينا، درت باك حر والحمد لله نجحت فيه بتفوق. في 2014 درت الفندقه، قريت فيها عام وخديت الدبلوم ديالي لا كويزين. تما تحلو عينيا بزاف، وليت باغا اللباس والماكي ولا عاجبني راسي، بحكم داك لوطيل كان كل شي فيه، يعني غير نبدل ونقاد راسي ونهبط للبار. ولكن واخا هكذا كنت كنخاف، ما كنتش كنقدر نهبط لذاك البار، واخا صحباتي كانوا كل مره كيحاولوا يقنعوني. كانت عندي واحد الصديقه الروح بالروح، وكانت حتى هي ما شاء الله عليها كانت زوينه وزهره بحالي، اللي كان كيشوفها كيقول لينا واش خواتات، غير انا كنت عامره عليها وهي كانت ضعيفه. المهم كنا نخرجوا بجوج وندخلوا بجوج، والطوموبيل اللي وقفت لينا كنركبوا فيها انا وياها، وكنسيزيو مولاها بهذا المفهوم، هذا ناخذ منه الفلوس وهذا يمشي قوينا ويكلنا ويكسينا، لكن عمر شي واحد خدا منا شي حاجه. ولكن صاحبتي من بعد مني تفرقت انا وياها تبعد دير الطريق الطريق ومشات للهويه الله يعفو عليها. اما انا رجعت للور حيت عارفه ديك الطريق ما غاداش تسلكني. صافي من وراها تعرفت على واحد السيد كان خدام مزيان، كان موظف، قالها للام ديالو، قال لي هذيك البنت اللي بغيت. صافي واحد النهار خرجت انا وياها كنتمشاو، شافنا الصديق ديال خالي ومشى وصلها لي، قال لي بنت اختك كتمشى مع فلان، وداك فلان راني كنعرفو، راه كيدخل البنات لدارو. هي هذيك واخا انا كانت بيني وبينه علاقه عمر درت معها شي حاجه خايبه، حيت كنا ناويين الزواج. المهم جا لعندي خالي وعطاني قتله ديال العصا، وزني وداني للبلاصه فين خدامه ماما، وقال لي شنو دارت بنتك. بحكم ماما ما رضاتش قدام الناس اللي خدامين معاها، قالت لي سيري حتى للدار وغادي نتفاهموا انا وياك. وديك الليله يا خوتي دازت عليا كحله زحله، كنبكي وكنشاق. اتصلت بيه قلت ليه شوف فلان خويا متما راه غادي يجيو مولين الدار عندك وغادي يقتلوك. مشيت عاوتاني اتصلت بواحد السيد كان غادي يتزوج بالام ديالي، قلت ليه عافاك هضر مع ماما، انا راني كبرت وما بقيتش صغيره، اصلا ما درت والو، راه السيد باغيني للزواج. فعلا هضر معاها هي هذيك، من وراها جابوا لي خوالي واحد الخطيب ما قبلتوش نهائيا، فتو حيت ما حملتوش، عاود جابوا لي خطيب اخر، وهنا فين غادي نكون مشكل. هاد الخطيب هو الزوج ديالي، ما كنعرفو ما كيعرفني، عمرني ما شفتو عمرو ما شافني. داك الوقت كنت باقا خدامه في الوطيل، فاش جيت من الخدمه
قالوا لي يا راه جاي فلان باغي يشوفك. قلت لهم شكون هاد فلان؟ قالوا لي صاحب واحد السيد من العائله. فعلا جا، اقسم بالله اخوتي فجاه ما شفت فيه نهائيا وما عرفتوش كيفاش داير، واش كحل ولا ابيض، واش طويل ولا قصير. هضر معايا شويه وسولني، قلت ليه صافي اللي عجبكم ديروه. صراحه الجد ديالي قال لهم شوفوا هاد البنت عندها الاب ديالها ولكن ما معترفش بها، ولا بغيتو نديكم تشوفوا الاب ديالها مرحبا. قال لي هو انا هادشي ما كيهمنيش، المهم عندي هي البنت، انا ما عندي ما ندير بالماضي ديالها وديال والديها. فعلا تخطبنا وتزوجنا في ظرف شهر فيه الخطوبه ودريب الصداق. صافي تزوجت ومشيت عند دوك الناس اللي ما كنعرفهم ما كيعرفوني. نهار الدخله السيد ما قدرش يدخل عليا وحتى انا ما قدرتش. بقينا كنحاولوا المده ديال 15 يوم وفي الاخر دخل فيا بيا. فاش دخل بيا ناض كيجري جاب لي كاس ديال الحليب زعما باش نرد القوه ديالي، وانا غادي نكتشف انني ماشي بنت حيت ما لقيتش الدم في ليزار وفي البلاصه. بلا تفكير جرحت سناني بواحد الفنيته وقدرتو في داك ليزار الابيض واخا قطيره صغير خفاف. كيفاش طرا خوتي هادشي؟ اقسم بالله العلي العظيم عمر شي واحد قاس فيا ولا حدا فيا، ومع ذلك لقيت راسي ماشي بنت. هنا غادي تعرفوا شنو وقع ليا. انا خوتي كنت مبليه بواحد الحاجه وكنصح البنات يبعدوا عليها. المهم واحد النهار كنت كنهضر انا وصاحبتي على العاده السريه، بقات كتشرح ليا شنو هي. قالت ليا جربيها شي نهار. فعلا جربتها وليت مدمنه عليها وليت يوميا كنديرها. وهنا شكيت ان هادشي هو سبب فاش فقدت البكاره ديالي، ولكن نفس الوقت ما متاكداش حيت كاين عارفه كاين واحد النوع ديال البكاره ما كتخرجش الدم. ولكن ما عرفتش اخوتي لحد الان باقي هاد التساؤل في بالي، علاش وعلاش ما خرجش مني الدم، حرت وضغط. المهم رجع ليكم فاش جاب لي الكاس ديال الحليب شاف داك الدم وقال لي واش صافي غير هادشي اللي خرج، بحكم هو ما واعيش بزاف يعني ما الدم عجب. قلت ليه هو كل واحد وفي شكل، كاين اللي كيخرج منها الدم بزاف وكاين اللي كتخرج منها غير شويه. صافي شربت الحليب ونعس وانا قلبي كله كيترعد. اش غادي ندير؟ واش نسكت ولا نصرحو؟ انا ما عمر شي واحد قرب ليا اخوتي. الحاجه الوحده اللي كنت كندير هي العاده السريه. ما علينا اخوتي، اختاريت انني نبقى ساكته. المهم الغد اللي في الصباح رجعت لدارنا حيت درنا الدخله قبل العرس. صافي رجعت للدار وما قدرت نقول ماما حتى شي حاجه. داز اسبوع قال لي راجلي عافاك رجعي بغيتك. فعلا رجعت لعندو قلت لماما صافي ما بغيت بو عرس بلا ما نكلف عليك، بارك عليك من داكشي اللي درت ليك. قالت لي لا بنتي غندير لك العرس مورا رمضان. فعلا درت عرس زوين تمنى اي بنت. فرسي كنت حامله وانا ما عارفاش. المهم ماما تسلفات وتكلفات ودارت لي عرس مطرطق. صافي مشيت عند راجلي وعشت مع هاد الراجل الحلوه والحره. صراحه عشت انا وياه واحد الحياه زوينه بزاف وصدق من اطيب خلق الله. واخا انا الصراحه كنتعصب وكنغوت وما كنسمعش الهضره وكندير داكشي اللي كيقول لي راسي، ولكن هو صدق ولد الناس معايا الحمد لله. ولكن انا عندي مشكل اللي هو انني ما قدرتش نصارحه، ما قدرتش نقول لي ان داك النهار اللي دخلتي عليا راه ما خرجش مني الدم. وها شنو درت؟ فكرت نقولها لشي حد قريب، ولكن ما نكذبش عليكم خفت بزاف. المشكل الثاني اللي عندي في حياتي اخوتي هو بخصوص الاب ديالي. انا عارفه الاب ديالي وحتى هو عارفني وعارفني فين كاينه وانا عارفه فين عايش وعارفه العائله ديالو، ولكن باش نواجهه ونمشي لعندو نقول ليه انت بابا ونعنقو ونشمي في ريحه الابوه لا ما قدرتش. وحتى هو كذلك عارفني مزيان وعارفني تزوجت وعارفني فين عايشه، ولكن عمرو سول فيا ولا اتصل بيا، حسبني بحال لا كاع ما كايناش. لدرجه واحد النهار تلاقيت بيا غير صدفه، كنت راكبه في الطوموبيلي انا شفته نزلت من الطوموبيل ودرت راسي كنسد الكوفر. هو يقول لي تبارك الله عليك الناس ولاو كيسوقوا. قلت ليه وشويه الحمد لله. قال لي فين غبورك؟ قلت ليه غير هنا. واللي بقى فيا خوتي انه ما سلمش عليا وما عنقنيش، كيهضر معايا بحال شي واحد براني. المهم اخوتي هذه هي القصه ديالي وكنتمنى منكم تعاونوني وتقولوا لي شنو ندير، واش ننسى داكشي اللي داز عليا ونصارح راجلي بحكم انني الحمد لله عندي 25 سنه وهذه 7 سنين باش مزوجه.
الحمد لله راجلي متفهم ومتعاون معايا وخلاني نكمل الدراسة ديالي، وحاليا اخوتي انا موظفة وعايشة مزيان انا ووليداتي، وراجلي حتى هو بالوظيفة ديالو وانا بالوظيفة ديالي. وبغيتكم كذلك تنصحوني اخوتي حتى بخصوص الاب ديالي، واش نمشي لعندو ونسول فيه؟ مع العلم عندي الرقم ديالو حافظه، اقسم بالله ما عمر الرقم ديالو تنسى ليا، ولكن باش نتصل بيه ونهضر معاه ما كنقدرش حيت كتلف ليا الهضره وما كنعرف ما نقول ليه. عفاكم الا ما نصحوني بالاراء ديالكم، شنو ندير؟ والله العظيم الا حرت وتلفت، واش نمشي لعنده ونشوف خوتي ونعرف وليداتي بالجد ديالهم، ولا ننسى كيف ما ناسيني؟ كيقول لي عقلي شي مرات صافي لوحيه كما لاحق وديريه بحال لا مات، ولكن في نفس الوقت ما قدرتش. بغيت نشوفه الصراحه ونهضر معاه ونعنقه. فاش كنعاود لراجلي على الاحساس ديالي من جهه الاب ديالي كيقول لي شوفي انا باك وخوك وراجلك انا كل شيء، يعني ما كيبغينيش نمرض راسي ونفكر بزاف. وكنحمد الله وكنشكر على هاد الزوج اللي نعموا عليا الله سبحانه وتعالى. كيف ما قلت لكم قبل انا عصبيه بزاف، وهذا الشيء كيخليني نحس انني ما مزياناش مع الزوج ديالي، ولكن هو الحمد لله بعقله، العقل اللي عنده هو ما عنديش انا، خصوصا فاش كنتناقش انا وياه كيخليني حتى كنسالي وكيقول لي صافي ساليتي ونوضي على سلامتك، يعني ما كيتشاتش معايا في الهضره لدرجه فاش كيشوفني معصبه كيبقى غير ساكت ما كيهضرش. المهم هذه هي الحكايه ديالي اخوتي، وكنتنتظر النصائح ديالكم فارغ الصبر، وكنشكر صاحبه القناه بزاف بزاف، وكنتمنى ليها مسيره موفقه باذن الله، وشكرا. او كما ورد على مسامعكم الطيبه مستمعين ومستمعات هذه القناه، الاخت ديالنا لامياء كما سمعتوا على لساني حكت لكم القصه ديالها. هي عندها جوج مشاكل، مشكل الاول مع الاب ديالها اللي نكرها وما معترفش بها في الورق وتقدم المجتمع، فنصيحتي لك اختي طيعيه وبريه ودير الواجب اللي امرك الله سبحانه وتعالى، وخليه هو، ربما الله سبحانه وتعالى غادي يزرع في قلبه الرحمه والشفقه عليك، ويقدر انه يقاد معك الوريقات ديالك ويعترف بك كبنت وقدام المجتمع وقدام حتى العائله كامله. كذلك وليداتك ملي غادي يكبروا راه خصهم ضروري خصهم فاش يكبروا وقبل ما يكبروا خصهم يعرفوا ان عندهم واحد خوتهم وخواتاتهم من الاب ديال الام ديالهم، يعني من جدهم، خصهم يتعرفوا على جدهم ويتعرفوا على العائله ديال جدهم، لان الدنيا قصيره وما تعرفي الوقت شنو غادي تجيب. فضروري وليداتك ان شاء الله فعرفيهم على جدهم وعلى اولاده وبناته كذلك، باش من هنا للقدام ما نطيحوش في كما كيقولوا في زين المحارم. بالنسبه للزوج ديالك، لان قلتي انك انت كتمارسي العاده السريه وفي ليله الدخله لقيتي راسك ماشي بنت، واضطريتي انك تجرحي سنانك باش تغطي على داك مثلا نقدروا نقولوا داك الفضيحه. فهو البنات اللي ما عارفينوش انهم كيمارسوا واحد العاده قبيحه وسيئه وما عارفينش الخطوره على الصحه كامله، لا هي خطيره لا من الناحيه الدينيه ولا الدنيويه. فالناحيه الدينيه راه حرام وكيعاقب عليها الله، وفي الدين وفي الدنيا راه خطيره على الصحه ديال الانسان، حتى الانسان كيكون في النفسيه ديالو ما مقداش، يعني اي واحد كيمارس العاده السريه سواء امراه ولا راجل، بنت ولا ولد، شاب ولا شابه، راه كتكون النفسيه ديالهم مضطربه وكيحسوا براسهم انهم داروا شي حاجه اللي زعما صراحه اللي ما خصهاش تندار، لان هذيك العلاقه خصها تندار ما بين جوج، يعني ما بين راجل ومراه، باش كتكون علاقه مكموله ما كيكونوش فيها مشاكل، وبطبيعه الحال تكون علاقه يعني بالحلال ماشي بالحرام. فانتي درتي داك العلاقه كنتي كديري داك العاده السريه والعاده القبيحه، وما كنتيش عارفه انها ممكن البكره ديالك ما تبقاش، او انها حتى داك الدم كيتمص واخا تكوني باقا بنت. كاينين بزاف ديال البنات اللي في ليله الدخله كتكون بنت ولكن ما نزلش معها الدم،
بنت يعني راه يدخل بها راجل عادي، ولكن ما كينزلش الدم، لان كتكون داك العاده السريه هي اللي كتكون سبب في ان داك الدم ما كيبقاش كيتمص. وكاينه اللي كتفقد البكره ديالها دغيا، لان البكرات كيكونوا مختلفين، كاينه اللي كتكون عندها البكره قريبه بزاف، فبداك قوه الاحتكاك وداك الشيء ممكن البكره ما كتبقاش. فانت الا جيتي تقولي للزوج ديالك انا ها ما كاين ها ما كاين، وتعاودي له الحقيقه، فاول حاجه تقولي له انا شوف الشريف، انا لقيتيني ليله الدخله ماشي ما كنتش بنت، وانا غطيت على فضيحتي، وها شنو درت واش شنو درت. دابا كنطلب منك تسمح لي، لانني انا ما عمر شي راجل قاسني، مستحيل امبوسيبل. هاد السيد غادي يتيقك، مستحيل غادي يتيق بك، لان صافي اوتوماتيكمون غادي تجي في باله انك انت اصلا كنتي كتمارسي مع الرجال، وغادي تطيح من العينين ديالو، وغادي يكرهك. ومن شوفي من الاعماق ديالو هو بلا خاطرو غادي يلقى راسو نافرك. يعني صعيبه بزاف انك تمشي دابا في هاد اللحظه بالذات وتمشي عند الزوج ديالك تقول له اجي فلان انا حقاش، شنو راه ماشي ساهله، غاتجي صعيبه وقاصحه بزاف، وما تعرفش رده الفعل ديالو كي دايره. فسري ما ستر الله سبحانه وتعالى، مادام ربي سترك في هذيك الليله فما عندك علاش تفضحي راسك. قلت اذا ابتليتم فاستتيروا، ما عندك علاش تمشي تفضحي معاه راسك. انت طلبي من الله سبحانه وتعالى يسمح لك على داكشي اللي كنتي كديري، وربي سبحانه وتعالى راه كيغفر الذنوب جميعا. دائما كنذكركم بالايه الكريمه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم. فانت فقط طلبي المغفره والعفو من عند الله سبحانه وتعالى، واكبي الحياه ديالك مع الزوج ديالك بما يحبه الله ويرضاه، تهلاي فيه طيعيه مادام انه راجل مزيان، فكيستحق كل الاحترام وكل التقدير. احترمي قدري الزوج ديالك مادام انك الحمد لله راكي خدامه، والحمد لله وصلتي لداكشي اللي كتطمحي ليه، فاللهم لك الحمد، هذا من فضل الله. فالله سبحانه وتعالى مادام انه لقاك مع واحد الانسان اللي في واحد اللحظه غض البصر وما عرفتيش شنو، الله سبحانه وتعالى هو اللي ربما رشدك لذاك الفكره درتيها باش تستري، باش ربي كان باغي لك الستره الى اخره. ففكر غير في هذا الشيء، فربي كان باغي لك الفضيحه كره تفضحتي. فالحمد لله، ان الله ستار يحب الستر، ان الله ستار حليم يحب الستر. هادشي اللي نقول لك عزيزتي بالنسبه للاب ديالك، راني قلت لك شنو غادي ديري. ونتمنى من الاخوان والاخوات الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش عليها بالنصيحه وكذلك الدعاء، الله يفرج علينا وعليك حبيبتي، وربي ان شاء الله يدير لك شي تاويل ديال الخير. كيف ما عودتكم دائما، قناه سمح حكايتي ماشي غير للفرجه بل للعبره، لسرد الحكايات ديالكم ما عليكم غير تواصلوا معايا عبر الرقم التالي 0637054549. الا كنت اول مره كتمروا بهذا لاشين ما عليكم غير تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات، وما تنسوناش من الجيم ديالكم وليكم منطير. الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.